السلام عليكم، مرحبا بكم. واضح معكم الفنانة الجزائرية ياسمين عماري. اخترت فرنسا وقدر نختار بلد اخر، هي انه نعرف انا نحب لي ديفي، نحب يعني هذه صفحه جديده اللي غادي نبداها في فرنسا. وخدمت ملي كنت صغيره، خدمت مع بزاف فنانين هنايا ومع افيك دي ميوزيسيان ان فرانس، خدمت في دي ستوديو. وكما تعرفوني انا نغني بزاف لوكسيدونتال اكثر من لوريونتال، وقلت علاش لا ما نجرب هنا في فرنسا ونقدر نجرب في بلد اخر. وجد ان البوم ان شاء الله يخرج عن قريب، درت لا موتي دان البوم خدمنا، ورايحه ثاني نطلع سورسان ان شاء الله في باري، اي بوركوا با فير اون تورني سي سا مارش ان شاء الله. يعني فرحانه. طفوها غير وفيها سامحين، الطبيبه ديالو يدو قرحاتو ومن عندو المرضى غش. ورايحه ثاني نكون في بروشينمون في نوتر ايميسيون في شروق تي في. هاد ليميسيون هي ان كونكور تاع لي شونتور، جور شويه كيما ذا فويس. كنت بارمي لي 4 جوري مع اكبر فنانين الجزائر، بعزيز، الشاب بلال، راديا منال، وكان ليا شرف باش نخدم معهم. يعني لي فان تاعي رايحين يشوفوني كذلك في دوتر ايميسيون ان شاء الله. avec mon manager تلاقينا تاني دي ديريكتريس دو كاستينغ، تلاقينا دي رياليزاتور. ان شاء الله رايحه تاني بوتيت كو جوري اون شانس اوسي دو فير سينما هنايا في فرنسا. وانا نحب السينما، نحب الغناء. يعني كان تكون عندي فرصه تاني في السينما بوركوا با، ماشي غير الغناء. الله يعطيكم الصحة. واضح كما تعرفوا توجور نعطيكم ليسكلوزيفيتي، على بالكم اليوم بلي راني في باري، وان شاء الله طلبوا لي ربي باش ننجح انا تاني كذلك، وان شاء الله نشرف بلادي ونشرف كاع العرب اللي هم يشوفوا فينا اليوم، ونبقاو اون كونتاكت. بالسلامة.